السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فيديو اليوم اللي غنطرق ليه بالخصوص اعتقال السيدة الشاهدة الأولى عن سماع دقات داخل القبر بمقبرة الرضوان، وكذلك استدعاء الطبيب اللي أعطى شهادة الوفاة وليأمر بدفن المرحوم. فقبل ما نبدأ في سرد الموضوع كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج للفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. إخواني أخواتي، لا حديث اليوم إلا الاعتقال السيدة أو الشهيدة الأولى على واقعة سماع الصوت ودقات في القبر، وبالمناسبة هات الشابة اللي تم الاعتقالها اليوم من طرف السلطات الأمنية بالقنيطرة بسبب الشكاية اللي كانت وضعتها زوجة المرحوم اللي قالوا دفنوا حي وسمعوا صوته بسبب النقاش الحاد والشجار اللي دار بيناتهم. وقد أكدت الجدة المعتقلة أن البنت أنه نهار الجمعة الماضي كانت لحظتها الشابة كتزور الأم ديالها، فبالمناسبة هي متزوجة يتيمة ولديها أبناء، وهي الشاهدة الأولى عند سماع دقات داخل القبر. وفي أخبار إخواني أخواتي اللي توصلنا به اللي كتأكد استدعاء الطبيب اللي زار بيت العائلة من طرف أمن القنيطرة بعد ما أعطى الأقوال دياله وأكد للمحققين أنه بالفعل قام بفحص الجثة المرحوم وتأكد من الوفاة ديالو ومن تم إعطاء الإذن بالدفن لحظتها. إخواني أخواتي، فالله وحده اللي هو علم بما في ذلك القبر، هل فعلا كان حي ولم يمت وكان في غيبوبة ثم أحيا الله سبحانه وتعالى وسمع صوت الناس حتى تكون العبرة في التأني على المريض وللتأكيد فعلا من الموت ديالو، أما أن الله جعل في تلك الأصوات العبرة لمن هم لا زالوا أحياء لكن كيبقى الجهل. والسيد الموقف كان من باب الأولى على السلطات أن تخلي المقبرة من الناس، ومادام الإبنة ديالو والزوجة زوجة الإبنة ديالو سمعوا الصوت أن يتحمل ذويه المسؤولية ويوقعوا على الحفر للقبر للتأكد، ثم يطوى هذا الملف دون ترك أدنى شك لترتارة الناس. وهنا فين شنا إخواني أخواتي هادشي اللي وقع وهادشي اللي بان لي شنا صراحة ديك التجمهر ديال الناس اللي كانوا كثار في تلك المقبرة نهار الجمعة الماضي. فأنا شخصيا إخواني أخواتي فاستغربت من برودة اللي كانت عندهم، ما تحركت حتى شي شعرة فيهم رغم العديد من الناس اللي سمعوا دقان، يعني وحتى هما مختلفين، يعني الناس مختلفين شي كبير شي صغير، يعني كلهم كانوا شهود وسمعوا ذاك الصوت، يعني شي ما كيعرفش وكانوا صادقين في الكلام ديالهم. وهذا شيء عجيب ما كيدخلش العقل مع العلم ان الاب ديالهم اللي مات فكان من الاولى خاصهم يحفروا يعني هذيك القبر في تلك اللحظه يكون يعني تكون ديك الفرحه وفي المحيى ديالهم، فمهزتهم حتى كبده صراحه اخواني اخواتي. فالابنه اللي قالت بان الاخ ديالها سمع الدقان من داخل القبر وقالها للزوجه ديالو، وهذه الاخيره خبرتها وطلبات من الاخ ديالها باش يفتح القبر، فهنا فين غير فض رفضا تاما. فالسؤال المطروح لو كان الاب عزيز عليهم صحا، يعني صراحه لو كان عزيز عليهم بصح كيف ما صرحوا، يعني هما اكدوا قالوا راه الاب ديالنا عزيز علينا وبكينا وزيد وزيد، لسارعوا بالاخراج ديالو في ديك اللحظه. فعلا السيد كان مريض بالقلب، وفي اليوم السبت اكتشفوا ان عنده سرطان ديال المخ، ومع الثانيه والنصف اخواني اخواتي توفى الله يرحمه وتدفن في نفس اليوم، اي في ظرف ساعتين او ثلاث ساعات تدفن الراجل الله يرحمه. فحسب تصريح الزوجه ديالو كانت مراسم الدفن قبل المغرب بساعه. فالابن كثر من الصراخ كما شفتوا في مواقع التواصل الاجتماعي، واحد الفيديو كيغوت وكيرد التراب على القبر ديال الاب ديالو. فهاد الابناء لو فعلا كانوا كيحبوا الاب ديالهم مهما يكون، يعني لا سارعوا في فتح القبر بدون اي تردد، اي بكثره الفرحه وحبهم للاب ديالهم، ولو يكون مدفون 10 سنين اخواني اخواتي غيعملوا المستحيل ويفتحوا القبر ويزولوا ذاك الشك اللي كان كيحوم حول الوفاه، وياكدوا للناس وديك الجماهير اللي كانت حاضره ياكدوا لهم بانهم راه كيحبوا الاب ديالهم، يعني وما بغاوش يعني يبقى مدفون. فهنا فين خلى هاد الناس هاد حتى المتبعين الكرام كاملين استغربوا من البروده ديال هاد رده الفعل ديالهم، ما كان حتى شي رد ما كان حتى شي حاجه، ولكن الله اعلم
فحسب تحقيقات يعني الناس اللي اكدوا ان حتى استدعاء هذه العائله من طرف السلطات الامنيه وبحثوا مع كل واحد كيقول هضره، فهنا هناك يعني ربما حسب نظري يعني شي حاجه فيها ان صراحه. لكن الغريب في الامر هو ان زياره هذه المقبره يعني هو صراحه متعارف عليها لدى المغاربه انها كتكون في اليوم الثالث من الدفن. والسؤال المطروح، فعلاش ما زاروش الاب ديالو في اليوم الثالث حتى داز 7 ايام؟ هنا فين غيثير استغراب ديالنا وغيثير استغراب مجموعه من المتبعين. هذا هو السؤال، يعني خص يكون الجواب عند هاد العائله، علاش ما زاروش في اليوم الثالث خلاو حتى داز 7 ايام؟ وهنا فين ثارت الشكوك وحامت شكوك حول هاد العائله. اخواني اخواتي، فعلى اي فالتحقيقات اللي مازالت جاريه على قدم وساق بخصوص هذه القضيه ديال المرحوم او الميت اللي لقاوه سمعوا الصوت ديالو داخل يعني مقبره الرضوان بالقنيطره، وحتى التحقيقات اللي كانت مازال جاريه مع الطبيب الشرعي او الرئيسي اللي اعطى ديك الشهاده او الاذن بالدفن المرحوم. صراحه التحقيقات اللي حتى هي مشات مع العائله ديال المرحوم واللي عطات الاقوال ديالها باش تبان الحقيقه. علاش؟ لان هذا الشيء ثار مجموعه من الشكوك، وحتى المتبعين الكرام وحتى المغاربه ملي شافوا هذه العائله ما تحركتش فيهم حتى شي شعره بخصوص انهم يحلوا ويفتحوا القبر في تلك اللحظه. هنا فين خلاهم يعني يوضعوا اكثر من علامه استفهام. فعلى اي فالايام القليله القادمه ان شاء الله غتبان مجموعه من المفاجات، مجموعه من الحقائق بخصوص هذه القضيه، وبالتالي غيتم طي هذا الملف. وبخصوص هذه الشابه اللي سمعت الصوت داخل المقبره واللي اكدت، يعني ماشي غير هي الشاهده الوحيده، الى اعتقلوا هي خصهم يعتقلوا حتى ديك الشهود الاخرين، اذا كانوا اكثر من 4 شهود اللي سمعوا هذاك الصوت واللي اكدوا الخبر، فعلاش غيتم الاعتقال ديالها؟ وكنتمنى انه يتم الافراج عليها عما قريب، لان قالت غير الحقيقه. يعني السيده جاتها واحد يعني نفس على لان علاش؟ لان هي الام ديالها متوفيه، كانت كتمنى ان تسمع الصوت الام ديالها يعني ديك القبر يتحرك، فغتحفر القبر في تلك اللحظه. فهي شافت هاد العائله ما تحركوش، ما تحركت فيهم حتى شي شعره، هنا في خلى ان تشاجر وتغوت مع هاد العائله وتقول لهم انتم حرام عليكم انكم ما تفتحوش وتحفروا على الاب ديالكم. على اي ان شاء الله الايام القليله القادمه ان شاء الله غتبان مجموعه من المفاجات، هادشي اللي كنتمناو من الله عز وجل. كنتمناو يعني التحقيقات تمشي في الطريق ديالها وتبان الحقيقه، والمجتمع المغربي يعرف شنو الاسباب اللي خلت الدفن في هذه الطريقه، وهاد الاصوات واش فعلا كانت اصوات ام لم تكن. فهادشي اللي كنتمناو من الله عز وجل. اخواني اخواتي، الى عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تعملوا لايك والبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.